يعد البنك الوطني للجينات الذي انطلقت أعماله في نوفمبر 2007 مكسباً استراتيجياً في خدمة المحافظة على المخزون الوراثي النباتي والحيواني والكائنات الدقيقة وتطويرها واستغلالها. ومن مهامه أيضاً التقييم والمحافظة على الموارد الجينية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمتأقلمة والمستجلبة وخاصة النادرة منها والمهددة بالاندثار. وللبنك برامج علمية تشمل المحافظة على الموارد الجينية خارج الوسط الطبيعي ومتابعة حالة الموارد الجينية في المحميات وبنوك الجينات الحقلية حدائق ومحميات، وكذلك استرجاع الموارد الجينية المتواجدة في بنوك الجينات الأجنبية. ولنبدأ جولتنا من مخبر لتشخيص الكائنات المحورة جينياً. هذا المخبر هو مخبر لتحليل والكشف عن الكائنات المحورة جينياً اللي تنجم تكون موجودة في الأسواق ولا في الحقول متاعنا في تونس. هو جاء بعد تحضير لاستراتيجية وطنية للسلامة الإحيائية اللي تكفلت به وزارة البيئة والشؤون المحلية في تونس. كان من نتائجها هو إيجاد مخابر تكون مكلفة بالتحليل والكشف عن الموارد المحورة جينياً في تونس. ما معنى محورة جينياً؟ هو الكائنات اللي قاع تغيير في التركيبة الجينية متاعها بطرق الحديثة، يعني مش بالوسائل اللي تعودنا بالوسائل الكلاسيكية للتحسين الجيني والتحسين الوراثي. هذه باستعمال التقنيات الحديثة للتحوير الجيني، إدخال مؤشرات وإدخال جينات مشتبعة، نجم تكون مشتبعة الفصائل الأصلية، ووقع إدخالها بطرق تكنولوجية حديثة. كل قائل كل الكائنات نباتي حيواني وما إلى ذلك اللي نشتغل عليه كل الكائنات وحتى كل المواد اللي تنجم تكون جاية من هالكائنات هذه. ما مستوى هذا المخبر دوليا؟ هو الحمد لله احنا لحد الآن في تونس وصلنا أن ننجح في تحليل كافة المواد الموجودة في تونس في الأسواق، وهذا هو في حد ذاته نجاح على المستوى الوطني. على المستوى العالمي احنا في الحد الراهن احنا بنحضر للحصول على الايزو ليزو 17025 اللي هو الاعتماد الدولي، الحصول عليه يثبت ان جدارة والنتائج اللي متحصل عليها يكون معترف عليها دوليا. الحمد لله احنا شاركنا في بعض التجارب على النطاق العالمي وكنا ناجحين فيهم، وكانت النتائج اللي عندنا بالمقارنة مع نتائج المخابر الأخرى كانت حسنة جدا. المشاركات وانتج بت عليها على المستوى العربي والأفريقي والدولي، فما توأمات مع مخابر دولية أخرى؟ هو احنا الأسبوع الفاتت كنا في وركشوب، كنا في ورشة عمل، هو اجتماع كان لما مشاركين من احنا نسموهم من منطقه المينا ريجن، هو النور افريق شمال افريقيا، بلدان شمال افريقيا وبلدان شرق اسيا وكان غرب اسيا البلدان العربيه، وكان جد نجح. هو بدايه تركيز شبكه عربيه وشمال افريقيه للمخابر تحليل الكائنات المحوله الجينيه. يضم المخبر معدات غاية في التكنولوجيا وآخر صيحة على ما يبدو، هكا ولا؟ في هذا نجحي برشا، هو الآليات الموجودة عندنا من أحسن ما موجود في الوقت الراهن في العالم. في الإمكانيات عندنا إمكانيات رائعة تساعد على العمل وتنجح العمل بصفة كبيرة جدا. النتائج اللي وصلتوا لها في هالمدة هذه منذ انبعاث البنك كيفاش تقيمها؟ حسنة جدا. احنا نتمنى انه شو الغاية متاعنا، هو الغاية متاع المخبر هو التحليل ونشوفه في السلامة الأحيائية في السلامة الغذائية في تونس. الطموح متاعنا هو يكون المستهلك على علم نستهلكه في مواد محورة جينيا ولا لا، والطموح متاعنا والأمل متاعنا يكون ثم قانون في تونس
للشفافية، يعني يكون في تمشي للمرشي باش تقضي يكون في إشارة المواد هذه محورة ولا غير محورة، ويكون المستهلك عنده الخيار أنه يشري المواد هذه ولا ما يشريهاش. هذا هو طموحنا وهذا هو الهدف متاعنا من العمل هذا. وعلى هذا الأساس هو كان في لجنة وطنية تضم الباحثين وتضم رجال قانون وتضم مستهلك وكل الفئات في المجتمع التونسي، واشتغلنا على 3 محاور. وكانت اللجنة تابعة لوزارة البيئة أصلا، واشتغلنا على 3 محاور. المحور الأول كان القانون، قانون السلامة الأحيائية اللي هو ما زال مش موجود في تونس، وإن شاء الله احنا حضرنا نسخة متاع قانون وإن شاء الله توصل وتتحين وتنجح. الجهة الثانية اللي خدمنا عليها هو التكنيك، العمل الجانب التقني، وفي 4 مخابر هو أصلا عملنا، وكانت هي تجربة فريدة ووحيدة في تونس أنه في 4 مخابر يكون مكلفة بتحليل الكائنات المحاولة جينيا، و4 مخابر عملنا اتفاقية ومضينا عليها، وإن شاء الله يكون عملنا متواصل مع بعضنا. 4 مخابر هو مخبر تابع لوزارة الفلاحة ومخابر تابع لوزارة الصناعة، والمخبر نتاع المنكروات الجينات هو أصلا مخبر بنك، المخبر نتاعنا نتاع المنكروات الجينات إن شاء الله يكون مخبر المرجعي في تونس. هو وإحنا في هذا الأساس هو عملنا حتى ورشات تدريب، كانت مرة مع المنظمة العربية للتغذية، وقمنا بورش تدريب لباحثين من البلدان العربية في المخبر بتاعنا، وبعدين قمنا بعملية تدريب لزملائنا من تونس في المخابر اللي عندنا اتفاقية معهم. يعمل البنك الوطني للجينات على تطوير القدرات الوطنية في ميادين توصيف وتقييم والمحافظة على الموارد الجينية واستعمالها المستدام من خلال الملتقيات والورشات العلمية المختصة، وتنظيم دورات تكوينية وتربصات علمية داخل الوطن وخارجه. وللبنك قاعدة بيانات علمية دقيقة جدا حسب نموذج معترف به عالميا، يحتوي على بطاقة تعريف المورد الجيني ومواصفاته المظهرية والجينية وموقعه. السيد ياسين النهدي يوضح لنا ذلك. ياسين النهدي مسؤول عن قاعدة البيانات المورد الجينية بالبنك الوطني للجينات. المنظومة هذه منظومة للتصرف في كل المعلومات الخاصة بالموارد الجينية، يعني أي عينة يتم إدخالها إلى البنك عن طريق عدة بيانات يتم تخزينها بهذه المنظومة، تمكن من تسجيل كل المعلومات الخاصة بالجمع، كل البيانات الخاصة بالتوصيف المظهري والجيني للعينات الموجودة بالبنك الوطني للجينات. وقع تركيزها في سنة 2016 بعد عدة تجارب مع قواعد بيانات أخرى تبين عدم جدواها أو عدم ملائمتها للبنك الوطني للجينات أو لضرورات العمل بالبنك الوطني للجينات، فوقعت تركيز هذه المنظومة، وهي منظومة عالمية تقريبا تمشي نحو استعمالها في جميع بنوك الجينات بالعالم، تمكن من تخزين جميع العينات، تسجيل جميع العمليات الضرورية للعينة، كما تمكن بالأساس من وضعها على الخط، وضعها على ذمة المستعملين خارج البنك، وتمكن من طلب بعض العينات عن طريق موقع الويب المخصص لهذه المنظومة. توجد قاعة إعداد العينات، ومن مهامها جرد الموارد الجينية وأخذ عينات منها وتنظيفها وتوصيفها وخزنها
والمحافظة عليها، وذلك حسب مؤشرات متفق عليها عالميا وتحديد مستوى خطر الاندثار. قاعة إعداد العينات، هنا يقع استقبال العينات اللي قاموا بها جميع الباحثين والتقنيين الموجودين في البنك الوطني للجينات. العينات هذوما نستقبلوهم في الوحدة هذه، وحدة استقبال العينات، والعينة مثلا باش يتم خزنها تقسم إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى يقع إدخال العينة في الباز دو دوني اللي هو بنك المعطيات جرين جلوبال، يقع إعطاء الرقم أو رمز لكل عينة، الكود باسبور للعينة. ثم المرحلة الثانية نقوم بعملية تنظيف، يقع تنظيف العينة، نحيو جميع الشوائب وجميع الرواسب الموجودة في العينة، ثم يقع تجفيفها في بيوت التجفيف. المرحلة الثانية اللي هي عملية التجفيف باش نحيو الهيوميديتي غولاتيف اللي موجودة في الرطوبة الموجودة في العينة. المرحلة الثالثة نقوم بتقسيم العينة إلى قسمين. القسم الأول اللي هو الأنتير، يتسمى ما يسمى بستوك دو باس، اللي يتم خزنه على المدى الطويل في بيوت تبريد إلا 20 درجة. والقسم الثاني اللي هو ستوك أكتيف، اللي هو تقوم بما يسمى بالدوتير. ستوك هذا يقوم جميع الباحثين الموجودين بالبنك الوطني للجينات بمهمة الكاركتريزاسيون، كسوسوا الكاركتريزاسيون مورفولوجيك بيوشيميك موليكولير، خاصيات، نعم الخاصيات. ومن ثم يقع شفط العينات في يقوم بآلة تسمى سيلاج سوفيت. والمرحلة الأخيرة وهي يتم تخزين العينات في البيوت التبريد الموجودة بالبنك الوطني للجينات. أما عن وحدة التجميد بالتبريد فمن مهامها المحافظة على كمية من الشفرات من البذور الحيوانية وعلى عينات من الحيوانات المنوية. ويوجد ببنك الجينات مخبر الأشجار المثمرة والخضروات، أنجز عديد الدراسات وتم تثمينها وتم الحصول على نتائج متميزة أثبتت تميز الصنف المحلي التونسي بالاستناد إلى التحاليل البيوكيميائية. ألفة صدود باحثة ومنسقة فريق عمل الأشجار المثمرة بالبنك الوطني للجينات. الفريق العمل هذايا يعمل على المحافظة على الموارد الجينية للأشجار المثمرة من زيتون، تين، عنب والعديد الأصناف. بالنسبة للعمل نتاعنا في المخبر نقوم بالتوصيف المظهري والتوصيف الجيني للعينات اللي نجمعوها، كذلك نقوم بالمحافظة على الموارد الجينية خارج مآلفها، وندعم كذلك المؤسسات الأخرى التي تحافظ على الموارد الجينية في إطار اتفاقيات عمل بين البنك الوطني للجينات ومثلا شط مريم والإنرات، معهد زيتونة وإلى آخره. كذلك نقوم بعملية تأطير لعديد الطلبة يجيوا لهنا ويخدموا معنا، نقوم بتأطيرهم في مجال المحافظة على الموارد الجينية وبالتحديد في التوصيف الجيني والمظهري للزيتون، للقوارص، للعديد الأصناف. نجلة مزغني باحثة بالبنك الوطني للجينات ومنسقة لفريق عمل الخضروات والتوابل ونباتات الزينة. في نطاق أنشطة البنك الوطني للجينات يقوم فريق العمل بعملية جرد في كامل البلاد التونسية، وآخر عملية جرد قمنا بها كانت في منطقة قلعة الأندلس. وإحنا نشكر جميع الأعضاء وجميع الأطراف اللي تشارك معنا في هذه العمليات، منهم خليات الإرشاد الفلاحي اللي كانوا عينونا شخص اللي هو كان قام معنا بهذه العملية، وترى التنوع البيولوجي اللي موجود في بالنسبة لزراعة القرع عند الفلاحين في منطقة قلعة الأندلس.
وكذلك نقوم بإدخال كل المعطيات اللي نتحصلوا عليها في قاعدة البيانات. وبالنسبة لفريق العمل الخضروات عندنا ما يقارب 900 عينة اللي هي موجودة في قاعدة البيانات، وكذلك نقوم بالتوصيف الجيني، وتكون هذه العملية أول مرحلة تكون استخراج الحامض النووي، ومن بعد نستعملوا الوسامات الجزيئية اللي هي خاصة نستعملوا تقنية الاساس ماركرز. إن البنك الوطني للجينات يضم 9 فرق عمل مختصة تخص الحبوب والبقوليات الغذائية والزراعات العلفية والأشجار المثمرة والخضروات والتوابل ونباتات الزينة والنباتات الغابية والرعوية والنباتات الطبية والعطرية والموارد الجينية الحيوانية والموارد البحرية والكائنات الدقيقة. مرحبا بكم في بنك الجينات. البنك هذا يقع افتتاحه في نوفمبر 2007، اليوم عنده 10 سنوات من العطاء الدائم، ومهامه هو أنه يعمل عملية الجرد ثم جمع العينات المحلية المهددة بالاندثار، ولكن كذلك يهتم بالأصناف اللي عندها قيمة طبية أو قيمة اقتصادية مهمة بالنسبة لتونس، يعني ما هوش مربوط كان بالأصناف المحلية، ينجم يحافظ على الأصناف اللي عندها قيمة غذائية أو قيمة طبية أو قيمة اقتصادية. بعد ما يجمع العينات هذه الموجودة في جميع تراب الجمهورية يجيبها للبنك لهنا، ويقوم بعدة عمليات توصل في آخرها إلى الخزن في بيوت التبريد. البنك الوطني للجينات ما فيش برشة إطارات، ولذا الحل هو أن يلزم يشتغل في نطاق شبكة وطنية ضم خيرة الباحثين الموجودين في تونس من الشمال إلى الجنوب. إذن هو يشتغل في شكل شبكة تضم 9 فرق، فريق خاص بالحبوب والبقوليات الغذائية، فريق خاص بالخضروات، فريق خاص بالنباتات الزينة والنباتات الطبية، فريق خاص بالأشجار المثمرة، فريق خاص بالكائنات الدقيقة يعني البكتيريات والفطر اللي شامبينيون، فريق خاص بالحيوانات، يعني 9 فرق يشتغلوا معنا في نفس الوقت. البرامج الحالية والمستقبلية لهذا البنك؟ البرنامج الأول هو جمع العينات المهددة بالاندثار والحفظ وحفظها في بيوت التبريد، وإحنا في البنك عندنا 10 بيوت تبريد، منهم 4 بيوت يشتغلوا على 4 درجات فوق الصفر، وذلك للحفظ على المدى القصير والمدى المتوسط، وعندنا 6 بيوت تخدم على 4 درجات للحفظ القصير والمتوسط، وعندنا 4 بيوت تخدم على 20 درجة تحت الصفر، وطبيعي هذا للمحافظة على الأصناف في على المدى الطويل. بخصوص بنك التجميد سيد المدير العام. ايوه. اعطينا فكرة عليه. بنك التجميد، اولا البنك الوطني للجينات وقع انتخابه بالاجماع في اخر اجتماع الاتحاد الافريقي كبنك شمال افريقيا، يمثل شمال افريقيا، بنك اقليمي، يعني ضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وفي البنك التجميد هذا شنو نعمل؟ احنا نحافظوا على الاصناف المحليه المهدده بالاندثار كما البقر المحلي اللي هو ما عادش موجود بحكم ان ثم تلقيح باصناف اجنبيه، ولذا احنا نلوجوا على الاصناف المحليه هذيك ونحافظوا عليها، وناخذ الحيوانات المنويه نتاعهم ونحطوهم في قصبات تسمى بايات، ونحافظ عليهم في النيتروجين لازوت ليكيد. والبايات كما هذه كما تشوف هذه فيها الماء، حطينا فيها الماء باش نوروه للزوار نتاعنا، وفيها كما تشوف كود بار، يعني نحطوا الحيوانات المنويه في وسط البايات هذه، نحطوها في لازوت ليكيد، نجموا غدوة في الايام نحافظوا عليها، ونوقف الحين نسحقوها ناخذوها ونعملوا بها التلقيح الاصطناعي.